أول مرة عرفنا إنه في شيء مش مزبوط عم بيصير لما حماتي ودعت حفيدتها يوم سفرها، لأنه لما رجعنا من المطار حماتي سألتنا وين كنتوا، لأنه ما تذكرت شو صار من قبل وإنها لسه مودعة حفيدتها اللي كانت بتحبها كتير. ساعتها أخذنا حماتي لعند الدكتور لنعرف شو السبب، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة خبرنا الدكتور إنها مصابة بمرض فقدان الذاكرة. أنا كنت فاهمة شو عم بيصير وعندي معلومات عن مرض فقدان الذاكرة، بس لما صار بعيلتنا كان شيء خاص ومهم بالنسبة إلنا، لكن الجميع تقبل الوضع. بعض الناس بيبعدوا عن الله لما بيصيبهم مرض، لكن إحنا شعرنا إنها إرادة ربنا لأنه حب يختبر إيماننا، ولا مرة واحدة فكرنا إنها عم تتقاصص أو إنها كانت مش كويسة بحياتها. إحنا عملنا كل شيء بقدرتنا لنساعد حماتي. بخلال هالمرض صار شيء ما كنت أتصوره، لأنه مرات كنا نقعد بالصالون وكانت حماتي تحكي لي عن عيلتنا بلبنان، خبرتني أشياء كتيرة عن مدينتي وعن حضارتنا، وكمان خبرتني حتى عن طفولة أمي أنا. هالقصص القديمة والحلوة نستني مرضها. كان المرض مرات بيختبر صبرنا، وخصوصا لما كانت تنسى أو تكون بحالة ضياع. كانت مرات تتهم الناس إنهم بسرقوا أغراضها، ولكنها كانت تحطهم بمحلات غير مألوفة. كنا نطعمي حماتي أكل صحي بكل وجبة، ولكنها كانت تخبر الناس إنه ما منطعمها شيء. بعض الوقت ما كانت تفرق بين الواقع وبين الخيال، وللأسف هذا جزء من المرض. كل أولادها مدوا إيد المساعدة وبالتساوي لنقوم برعاية حماتي. بالبداية رفضنا المساعدات الخارجية، ولكن بعد هيك قبلنا مساعدة من الخدمات الحكومية وفريق التقييم للعناية بالمسنين. حكينا مع الأشخاص اللي كانوا يعتنوا فيها عن كل احتياجاتها وخصوصاً الشخصية، وفرنا لهم لائحة باللغتين مشان يتعاملوا معها، لأن حماتي ما كانت تحكي اللغة الإنجليزية ولأنها نسيت الكلمات البسيطة اللي كانت تعرفهم. وأعطيناهم معلومات عن احتياجاتها الدينية مثل الاحتشام وكيف يلبسوها الحجاب، وكمان أعطيناها شريط للقرآن، وأيضاً قلنا لهم ما فيكوا تعطوها لحم خنزير، وهذا كان كتير مهم بالنسبة إلنا ولحماتي، وحافظنا على كرامتها قد ما فينا.